أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم ليتفقهوا على شاشة A1 TV جوردن. فأهلا وسهلا بكم. حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى راح تكون عن فضل العشر من ذي الحجة وفتاوى في أحكام الأضحى. ضيفنا وضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، وهو مفتي في دائرة الإفتاء العام. فأهلا وسهلا بكم فضيلة شيخنا الكريم. حياكم الله. حياكم الله. نحن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحرسيس نعيش أيام مباركة، أيام فاضلة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الأعمال الصالحة فيها. لو تحدثنا وتذكرنا ببعض فضائل العشر من ذي الحجة فتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. بداية الشكر لك أخي الشيخ نور على هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير والفضل والعزة والنصر، وأن يرفع عنا وعن الأمة الوباء والبلاء والغلاء وسيء الأسقام. اللهم آمين. طبعا هذه الأيام يكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى سطر ذكرها في القرآن الكريم، بل وجعلها من المقسم بها، فقال في مطلع سورة الفجر: والفجر وليال عشر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، ثم أقسم بالليالي العشر. وجمهور أهل التفسير على أن الليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة، يعني أول عشر أيام من ذي الحجة، واللي إحنا الآن في بداياته. وأهل التفسير يقولون أن إقسام الله سبحانه وتعالى بشيء في القرآن هذا يدل على شرفه وعظمه وكرمه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بمعظم أو بمشرف أو بمكرم. فهذه أول قضية. ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الأيام المعلومات، وقال أهل التفسير أن الأيام هي الأيام، أيام الحج، والمقصود بها الأيام العشرة من ذي الحجة. ثم خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الأحاديث وشرفها وكرمها. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. فشوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون أفضل من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام. فالصحابة رضي الله عنهم ذكروا أعظم شيء بالأجر، وهو الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان يعني يفدي الإسلام ودينه بروحه، ولا يوجد أغلى من ذلك. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في حال واحدة، إذا واحد خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. طبعا المقصود هنا الجهاد الخاص، اللي هو الجهاد السنة أو النافلة، وليس المقصود به جهاد الواجب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. لذلك اتفق القرآن الكريم بدلالته الواضحة على عظم هذه الأيام، ثم جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قطعية واضحة في المعنى والدلالة على أن أفضل الأعمال وأفضل الأيام هي أيام العشر، بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فنحن اليوم لابد أن نتعرض لنفحة عظيمة من نفحات الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وأي أعظم من هذه الأيام نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. فنحن اليوم أغلبنا بل جلنا مسرف على نفسه، والمتحدث قبل السامع.
كلنا مضت سنة ونحن من الأخطاء ومن المعاصي، من التجاوزات، من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، من التقصير في حق العباد. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فينا ضعف، ويعلم أننا بشر نخطئ. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا محطات، هذه المحطات نتزود فيها من الخير. روي أن سيدنا نوح عليه السلام مر على امرأة في رواية وهي للعبرة، وإن كانت الآن البعض قد يرجع للتصحيح والتضعيف، فهي رواية من قبلنا. فمر على امرأة عند قبر تبكي، وكان هذه المرأة عمرها فوق 300 سنة، كانوا يعمرون في من قبلنا. فقال: لما تبكي؟ قالت: لقد مات ولدي وعمره 70 سنة. مات ولدي، يعني ولد صغير، هي كان طفل يعني عمره 70 سنة. قال: أو تبكين عليه؟ قالت: بلى، يعني مات وهو صغير. قال: فكيف لو علمت أن أمة من بعدي، ويقصد أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيأتي أعمارهم بين 60 و70 وقليل ما يزيد. فقالت: والله لو أدركت ذلك الزمان لجعلته سجدة لله. طبعا ليس المقصود الآن الذي يسمعنا أنها سجدة، بمعنى أنها ستقضي هذه الفترة في طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف إذا علمنا أن نصف أو ربع حياتنا هي عبارة عن نوم، وبعضها عمل، وبعضها طعام وإلى آخره؟ فإذا شلنا البلوغ لـ15 وما بعده من أكل وشرب ونوم إلى آخره، كم هي الأوقات التي نحن نتفيأ فيها ظلال الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الأيام هي أيام رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى علم أن هذه الأمة أعمارها قصيرة، ولكن أعطاها ميزات عن الأمم السابقة، أنه جعل لها أعمال صغيرة وقليلة وفترات من الزمن. في هذه الأيام إذا اغتنمها الإنسان فإنه يأخذ أجر سنوات كثيرة. كيف وليلة القدر خير من 1000 شهر؟ هذه الأيام عداد الحسنات من أول ليلة من ليالي ذي الحجة يختلف البرنامج فيها مع الله سبحانه وتعالى، ويتغير برنامج الحسنات فيها، تتضاعف الحسنات إلى 70 إلى 700 ضعف. أفضل الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألتني عن الأعمال، البعض الناس عم يقول نصوم ولا شو نسوي شيخ، النبي عليه السلام جعل لنا في ذلك متسع، فقال: ما من أيام العمل الصالح. فالعلماء الأصول بيقول العمل الصالح هنا دلالة عموم، لفظ عام. نعم، لفظ عام، العمل الصالح. والعام لا يخصص إلا من مخصص، ولم يأتي مخصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الباب، باب الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، جعله مفتوحا على مصراعيه بما شئت. فإذا أردت أن تصوم فلك ذلك. نعم. لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتنا، كان نصوما 9 من ذي الحجة. نعم. بل وورد آثار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام. نعم. ويدخل الصوم في عموم العمل الصالح، بل هو أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ويأتي يوم عرفة، أعتقد أنه سيأتي الحديث عن يوم عرفة. نعم. لذلك ملخص الكلام أن العمل الصالح تفنن فيه كيف شئت. لذلك واحد ضعيف في موضوع الصيام، عنده عمل، عنده مشقة، بتعب من الصيام، عنده مرض إلى آخره، لم يجعل الله سبحانه وتعالى فقط باب العمل الصالح الصيام. لك أن تكثر من الصلاة، لك أن تكثر من قيام الليل، أن تكثر من قراءة القرآن الكريم، ولك بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة. وأفضل الأعمال في هذه الأيام هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والتكبير والتهليل. نعم، يعني الحمد لله رب العالمين، أبواب الخير كثيرة. وكما تفضلت فضيلة الدكتور، الله يجزاك الخير على كلامك الطيب، إنه العمل الصالح بابه مفتوح، وأعمالنا الصالحة إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم من السادة المشاهدين، من أفضل العبادات اللي هي قضية ذكر الله عز وجل. يعني ما يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا على الاجتهاد في هذه الأيام المباركة. فضيلة الشيخ، يعني يعتقد البعض أنه يعني صيام هذه الأيام واجب، وأنه يجب عليه الصيام. يعني البعض يقول: أنا صمت هذه الأيام السنة الماضية، فيجب علي هذه السنة أني أصوم هذه الأيام. بدنا نوضح هذه النقطة، أنه مثل قضية 6 من شوال وقضية 10 الأوائل من ذي الحجة، يظن أنه صيامها واجب. بدنا نوضح حكم صيام هذه الأيام. نعم. نشير إليها. كما ذكرنا أنه الأحكام التكليفية 5. نعم. وملخصها: إما أمر وإما نهي. نعم. هذا الأمر إما أن يكون أمرا جازما نسميه واجب أو فرض. نعم. إذا كان أمر غير لازم نسميه مستحب أو سنة. نعم.
النهي كذلك الأمر، إما إذا كان لازم نسميه حرام، إذا كان غير لازم نسميه مكروه. جميل. اللي خيرك الشرع تفعله أو ما تفعله نسميه مباح. خلص. نعم. الآن الأمر نوعين، إما فرض إذا جاء بأمر لازم كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كبر نعم. الوالدين كصلة الأرحام، جاء بصيغة أمر تدل على الوجوب. جميل. إذا جاء بصيغة فيها أمر ولكن لا يدل على اللزوم هذا بنسميه مستحب. مستحب. شو يعني المستحب؟ من فعله يؤجر، يقرب من سيد النبي عليه الصلاة سنة. والسلام نعم. يأخذ أجرا عظيما، ولكن من تركه لا يؤثم. نعم. ومنها صيام التسع من ذي الحجة. نعم. هي تسعة لأن يوم العاشر هو بيكون يوم العيد. نعم. ولكن العلماء قالوا عنها ويأخذ بركة العشر. بركة العشر ولكن نعم. لا يصام فيه كما هو معلوم صوم يحرم صيام. نعم يحرم، ولكن العلماء قالوا هذا من باب التغليب، نقول الأيام العشر يعني صيام الأيام العشر المقصود أيام التسع، وليس لأنه العاشر يأتي يوم نعم. الحج الأكبر وهو يوم النحر ويحرم فيه الصيام. فصيامه من المتفق عليه أنه سنة مستحبة، لذلك لا يصح لمسلم أن يعتقد وجوبها أو أن يصومها على أنها واجب. أو بعض إخواننا يعني بيتصلوا علينا بيكون مثلا والده مريض أو والدته كبيرة في العمر ولا يستطيع الصوم، ولكن كما ذكرت فضيلتك أنه متعود على هذا الصيام، فهو في اعتقاده من كثر ما تعود كل سنة مثلا له 10 سنين ولا 20 سنة بصوم كل 9 أيام كلها، فمع تمادي الزمن صار يعتقد أن هذا أمر واجب عليه، حتى صار عليه مشقة شديدة في الصيام لأنه قد يكون مثلا كبير في السن أو هرم أو متعب أو مريض أو إلى آخره. فاليوم احنا بننبه إخواننا هذول وآباءنا هذول الله يجزيهم الخير على حرصهم على الصيام وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في أمرين، الأمر الأول أنك يجب أن تعتقد أن هذه الصيام وهذه الأيام سنة. أنه سنة وليس واجب. اثنين، إذا كنت تعبان ذكر الله عز وجل. نعم، في مليون باب ثاني. نعم. وأبشرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنك تأخذ أجر الصائم، لأن النبي عليه السلام قال اللي كان يصوم وهو ما شاء الله عليه شاب أو ما عندوش أمراض، فألم به مرض فصار يصلي في البيت وكان يصلي جماعة. جميل. كان يصوم نوافل بطل يقدر يصوم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك تأخذ أجر من صلى الجماعة. جميل. وتأخذ أجر من يصوم، فالنية تسبق العمل. الله يجزاك الخير. برضو لا ننكر على من يصوم هذه الأيام، يعني البعض أيضا يفرط بيقول لك هذه صيامها بدعة. لا، هي مثل ما تفضلت هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هنالك أحاديث تدل على سنية صيام هذه الأيام، وباب الخير مفتوح. طيب فضيلتك، يعني يوم عرفة، صيام يوم عرفة برضو يعني نذكر فيه، وفضل يوم عرفة باختصار يعني. يعني بنقول لي ما بقدرش يصوم ال8 أيام، على الأقل على الأقل يصوم 9. نعم، يصوم يوم عرفة. نعم، يوم عرفة اللي هو يوم التاسع. يوم التاسع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهذه جائزة هذه الأيام. نعم. وإحنا زي ما ذكرت في المقدمة إنه إحنا مقصرين، وفي كثير منا وأنا الله منهم. فرطين يا شيخ، مش مقصرين بس. مثلاً الصيام ممكن بتعب منه أو من اللي عمله أو إلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى جعل بعض الأيام القليلة جدا، ومنها عرفة وعاشوراء اللي جاي في محرم بعد الحج. نعم. جعل يوم واحد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن رحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علينا. قال من صام يوم عرفة كفر الله عنه سنة ماضية وسنة قابلة. مين فينا مش محتاج لله سبحانه وتعالى يغفر له سنة 21 واللي قبله، ويغفر لك سنة 22؟ من فينا ما بلزم يوقف عباب الله سبحانه وتعالى يوم عرفة؟ كلنا مفتقرين. هذا اليوم اللي الله سبحانه وتعالى بعين فيه، خاصة أنه الحمد لله مجموع المسلمين يصوم في يوم عرفة. لذلك أنت بتحس حالك غالبا في رمضان، يعني ما بتتعب أنك في ناس كثير بوكل قدامك أو بيشربوا. نعم. لذلك هذا يعطيك دائما العمل الجماعي، يعطي الإنسان سبحان الله همة إنه بس شوف زوجتك وإخوانك وأولادك وإلى آخره وأهل الحي والجميع. نعم. المسلمين بتلاقيهم ما شاء الله أغلبهم صايمين، فأنت هذا بشجعك وبقويك. فنحن لا نفرط في صيام يوم عرفة لأننا محتاجون فيه إلى هذه الجائزة الربانية التي تساوي صيام 14 ساعة بالكثير فيها، إذا ظلتك صاحيين كلهن أنت. نعم. تأخذ أجر سنتين من مغفرة الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين، إن شاء الله ربنا يعني يحيينا هذه الأيام. آمين. إن شاء الله ونصوم هذا اليوم العظيم. فضيلتك، ننتقل إلى يعني فتاوى وأحكام الأضحية.
التي أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على هذه السنة العظيمة. أولا لابد يعني أن نتحدثنا عن حكم الأضحية والحكمة من مشروعية الأضحية. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه العشرة بكليتها هي من شعائر الله. نعم. لماذا؟ لأنها أيام الحج، ركن من أركان الإسلام. وقالوا أهل العلم: طب ليش ربنا أعطاه العشر أيام هذه الميزة عن غير؟ قال: لأنه يجتمع فيها أمهات العبادات فيما لا يجتمع في غيره، وعلى رأسها الحج، فالحج لا يأتي إلا بذي الحجة يكون، ويجتمع فيها الصيام من صيام عرفة وصيام التسع من أيام ذي الحجة، ويجتمع فيها الصلاة، ويجتمع فيها البر، يجتمع فيها الصدقات والذكر والتسبيح والذكر المطلق والذكر المقيد إلى آخره من هذه الأحكام، ومنها التكبير. فهي شعار من شعارات الإسلام. لذلك الأضحية هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. نستذكر فيها أضحية إبراهيم عليه السلام وهو فداء إسماعيل. هذه القضية اللي هي رمزية ربط الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام. لذلك ستجد شعائر كثيرة في هذه أيام الحج أغلبها ترجع إلى ملة إبراهيم عليه السلام، ومنها قضية الأضحية: وفديناه بذبح عظيم. لذلك نحن عندما نستذكر هذه الأضحية من حكمها أننا نستذكر علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه إبراهيم عليه السلام، ونستذكر فداء الله سبحانه وتعالى لإسماعيل بكبش عظيم. ونستذكر في الأضحية: إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الأبوة التي تمنع الإنسان إذا شوكة تدخل في قدم ابنك، الإنسان مرات ما بعرف شو يقعد وإلى آخر، بتألم وإلى آخر. فانظر إلى نبي الله سبحانه وتعالى الخليل الحبيب يقول: إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف بالله الابتلاء الكبير هذا الذي يذكرنا به يوم الأضحية. شوف الابن كيف الأسرة التي تكون على منهاج نبي. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. مش قال والله أضغاث وأحلام، وهذا شو اللي قاعد بتطلب فيه؟ نعم، يعلم أن رؤيا والده وهو نبي عليه السلام هي رؤيا حق. فانظر إلى صعوبة هذا الابتلاء على إبراهيم عليه السلام، وصعوبة الابتلاء على إسماعيل عليه السلام. عليهم السلام. لأن الأمر كان متعدل ليس لذات إبراهيم، إنه متعدل لابنه، ولكن وجد الابن البار: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالله سبحانه وتعالى لما رأى هذا البر العظيم وهذه البشارة أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الفداء. فنحن نستذكر في أيام الحج ونستذكر يوم الأضحية فداء الله سبحانه وتعالى بالذبح العظيم لسيدنا إبراهيم، ونستذكر كيف أن المؤمن ينقاد لأمر الله كما انقاد إبراهيم، وكيف ينقاد الابن ببره لوالده. هذا معنى من معاني الأضحية. جميل. يعني هو طاعة الله، طاعة الله مقدمة على كل شيء، مقدمة على المال، مقدمة على الولد، مقدمة على كل شيء، وحب الله عز وجل مقدم أيضا على حب الولد وحب المال. هذه يعني من معاني التضحية. الله نعم، فهذا بيجي نعم. بيجينا هذا المعنى في نعم. الأضحية، إنه ربنا ما قال لك اذبح ابنك، نعم. إنما أبدلنا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الأضحية التي رحمة. نعم التي فعلها الله سبحانه وتعالى، فخفف الله عنا بأن جعل الأمر ميسرا في قضية الموضوع، يعني صار مالي، وهي من العبادات كما يقال المالية. أمر الله ومحبة الله مقدمة على كل شيء. نعم. طب سيدي، حكم الأضحية، هل الأضحية على الوجوب أم أنها سنة مؤكدة؟ نعم سيدي، كما تعلم هو من المختلف فيه قضية ما حكم الأضحية، يعني هل هي واجبة ولا لا. نعم. كما السادة الحنفية يقولون أنها واجبة على المقيم المقتدر. نعم. يعني اللي الله معطيه وقادر وأمره تمام. نعم. قالوا واجب عليه، ولكن الذي يفتى به اليوم هو رأي جمهور العلماء ومنهم الشافعية أنها سنة مؤكدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بيده الشريفة بكبشين أقرنين أملحين، وقال: هذا عني وعن أمتي،
وعن فقراء أمتي. فالمفتى بها أنها سنة مؤكدة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه أضاع أجرا عظيما. طيب شيخنا، يعني هي سنة مؤكدة، لكن البعض يعني بتلاقي ما شاء الله وضع المادي كويس وهو موسر، يعني قادر على شراء قطيع من الأغنام، نعم، ماشي، ولا يعني يأتي بهذه السنة، ماذا نقول له؟ يعني ممكن احنا تجاوزنا موضوع انه من حكم مشروعيتها ايضا مواساة الفقراء، لذلك يعني هي فرصة اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يعني اعطاهم من ماله سبحانه وتعالى، وجعلنا مستخلفين في هذا المال، احنا وكلاء عن الله سبحانه وتعالى في هذا المال، لذلك وان كانت سنة، يعني احنا بعض اخواننا سامحني يعني اللي بيسمعونا مرات لما تقول كلمة سنة يعني شيء مش كثير، يعني مش عادي نعم. عادي يعني أسوي أو ما أسوي مش شيء ذو بال، نعم. لا يعني فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا بالمعنى العام، نعم. يعني الذي يتكبر على السنة أو يتركها بالكلية، ولكن احنا دائما نقول بنحب النبي عليه السلام وصحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه المعاني القلبية، نعم. ولكن هذه المعاني القلبية لماذا لا تنطبع على أفعالنا؟ جميل. لذلك أنا يعني أفضل ما يفعل في يوم النحر له يوم العيد، قال إراقة الدم في سبيل الله، وإنها لتقع موقعا من الله، وإن الدم ليقع في موقع من الله سبحانه وتعالى قبل أن يسيل على الأرض، كلها دلالات. وفي بعض الأحاديث وان كان فيها ضعف في كل شعرة حسن، يعني قديش في عشرات الأحاديث الأجر التي عظيم، يعني كيف نعم على نعم. نعم على هذا الأجر العظيم، فلماذا نحن نفوت هذا الأجر؟ لذلك يعني ربنا لا يجعلنا من اللي قال ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لذلك اليوم الإنسان في فسحة من الحياة، في فسحة من المال، فإذا الله سبحانه وتعالى معطيك من المال، الله إذا بتضحي وبتنفق وتزكي يبارك لك في عملك، خاصة بالأيام هذه سيدي اللي ضاق الحال على يعني على الفقراء على المساكين، وعن هذه توسعة على الفقراء المساكين، حتى إنه الغني يعني يكره له ألا يضحي، حتى السادة الأحناف كما تفضل، نعم هي واجبة بمعنى يأثم وليس يكره عنده، يعني نعم إذا كان مقتدرا مقيما، يعني مقيم مش مسافر، مقتدر على مذهب السادة، نعم مذهب الحنفية أنها واجبة بمعنى يأثم إذا لم يفعلها، نعم. وهذا هو رأيهم، لذلك حتى نخرج من الخلاف ونحقق معنى السنية والاستحباب، نعم. إخواننا اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم يعني وحنقصفت عليكم نعم. ملياردير يعني ذاك احنا يعني مرات سامحني نعم. ممكن انه في امور الدنيا والى اخره بجدنا بناخذ قروض وبنتداين من هون ومن هون، مشان شراء سياره مشان هذا مش عيب ولا غلط ولا حرام، نعم. نعم. نعم حتى نطور في حياتنا ونحسن، هذا امر ماشي حاله، ولكن عندما ناتي بعض نعم الى الاضحيه مثلا تجد البعض يعني بيقول والله ما معيش ومش قادر والى اخره، مرات قد يكون مقتدر ايضا، فهذه أيام اغتنام لهذه الفرص، وهي كما قالوا يعني فيها توسعة على أهل البيت، بمعنى أنت بتفرح الأولاد لما تجيبها الضحية، والأولاد ما شاء الله بتفرجوا عليها، وممكن تسوي لهم طبخة عليها ولا تطلعهم رحلة وتسوي لهم مشاوي، توسع نعم من حكمها التوسع على أهل البيت. ثم أخواننا الفقراء اللي في بعض أخواننا ممكن اللحم والله ما بيشوفها من السنة للسنة، نعم ما بيشوفها من العيد للعيد، فهو في هذه الأيام يمكن يطبخوا أولاده ويبتسموا وينبسطوا، والله يدعو لك دعوة الله سبحانه وتعالى يبارك في مالك، لذلك أفضل الصدقة إدخال سرور على قلبي مؤمن. جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنتحدث إن شاء الله عن أحكام وفتاوى في أحكام الأضحية، حياكم الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية، ما زلنا نتحدث عن أحكام الأضحية مع فضيلة شيخنا الدكتور أحمد الحرسيس وهو مفتي في دائرة الإفتاء العام. فضيلة شيخنا، بدنا تذكرنا ببعض شروط الأضحية وسن الأضحية، لكن معنا اتصال إذا تسمح لنا. ألو، السلام عليكم. العافية. الله يعافيك يبارك فيك، تفضل يا أختي الكريمة. ألو ألو، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال في مشكلة. ألو، السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أختي الكريمة، سامعينك، تفضلي سؤالك. يا شيخ، بدي أسألك في موضوع الطلاق، يعني أنا عارفة بدي أدخل على موضوع ثاني. طيب، الأضحية للطلاق، طيب يلا.
أنا آسفة جدا، بس هل أنا واحدة مطلقة، وفي كثير ناس بيختاري إنه موضوع إنه ما بيصير أطلع 3 شهور هذول ولا أروح ولا أجي. العدة الشرعية. نعم. طيب ماشي، طلاق يعني بينونة صغرى ولا طلاق رجعي؟ أنا طلقت خلص 3 طلقات. بالمحكمة. طيب ماشي ماشي ماشي، تسمع إن شاء الله الإجابة والتوجيه من فضيلة الدكتور. شكرا لمشاركتك. شكرا شكرا. في اتصالات أخرى؟ طيب شيخنا إذا بتحب تعلق على سؤالها بس باختصار حتى نرجع لأحكام الأضحية. نعم، العدة الشرعية للمطلقة. وكما هو معلوم في فرق بين عدة الوفاة والعدة الطلاق. نعم البائن. نعم. يعني عدة الطلاق تخرج لحاجاتها وضروراتها، ولكن زي ما بنقول إحنا بعض الفقهاء شدد في موضوع المطلقة ترى زي المعتدة من وفاة. نعم. لذلك يعني أختنا احنا نوجهها انه يعني ما تكثر من موضوع الطلعة والنزلة. نعم. الا اذا كان لها مثلا هي اذا حاجة. عاملة تروح على شغلها الى حاجة الى اخره من هذه العناوين. نعم يعني مراجعة طبية، معاملة رسمية لا يمكن تأجيلها، مثل حاجات، هذه حاجات أساسية. نعم. نعم أيضا يحرم عليها أن تبيت خارج البيت الذي تعتد فيه. قضية الزينة، قضية الخطبة، ما بجوز أنها يعني يتقدم لها حدا بالزواج حتى تكمل العدة. يعني هذه بعض الأحكام باختصار شديد. طيب شيخنا نرجع إلى موضوعنا، موضوع الأضحية، شروط الأضحية أو الشروط يعني خاصة سن الأضحية. تقريبا نعم. يعني عندنا شرطين رئيسيات في موضوع الأضحية. الشرط نعم. الأول موضوع السن. نعم. والسن يختلف حسب بهيمة الأنعام، لذلك عند الأضحية لا تكون إلا من بهائم الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء كان صمار أو له المعز أو البياض الخروف. الإبل يجب أن يكون 5 سنوات، والبقر أن يكون 2، الماعز اللي هو الصمار يسموه بيكون أيضا 2، والبياض اللي هو الخروف يكون 1 ودخل في الثانية. وبعض الفقهاء كالحنابلة قالوا إذا تم أغلب السنة 6 شهور 7 شهور. نعم أكثر. يعني غلب عن 6 شهور فأكثر. وأن يكون الشرط الثاني عندهم يعني نحطهم مع بعض، أن يكون أغلب السنة. ثم أن يكون يعني لما تطلع عليه تفكروا من أبناء السنة، بمعنى أن يكون سمين. سمين. نعم. نعم. فهذه الشرط الأول من شروط الأضحية من حيث السن. نعم. فالإبل 5 والبقر 2 والصمار 2 والبياض 1 أو 6 شهور بالشرطين التي ذكرناهم عند الحنابلة، وهذا اللي احنا بنفتي فيه في دار الإفتاء. نعم. جميل. الشرط الثاني الخلو من العيوب. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، لذلك نحن نقول كما النبي عليه السلام قال 4 لا تجزو في الأضاحي، العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء. العوراء معروفة والمريضة معروفة والعرجاء معروفة والعجفاء يعني الكبير في السن. يعني بدك جرتين غاز عشان الكيلو اللي وديت لي يعني إني وبتكون نحيف ضعيف نحيف يعني وحالته حالة. فهذه يعني لا تجزي. إن الله طيب يعني إخوان بعض إخواننا ممكن أو يعني بختار هذه حتى لأنها أرخص سعرا، يعني بكون أصلا تبع الحلال بده يخلص منها. لذلك يأخذها بسعر رخيص ونقول ربنا لا يقبل مثل هذه. لذلك نحن يعني لابد أن يختار شيئا يليق بهذه الشعيرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون. ما بقولش جيب الأكمل يعني ولا جيب الأقل، ولكن نحن نوازن بينه. لذلك نأخذ المتوسط. إذا الله معطيك لا جيب. يعني وأنا يعني شيخ نور أذكر دائما في هذا الباب أنه بعض إخواننا في بعض الدول الإسلامية يعني تجدهم يحتفلون بغسيل الخروف. أسأل يمكن بعض بسمعها يقول لك هي من البدع. هي من باب ومن يعظم شعائر الله. تجد بعطرها، تجد مرات بلونوها، يعني كأنه يحتفل أنه بهذه الهدية. نعم يقدم هدية قربان. نعم هو نعم. هي هدية لله سبحانه وتعالى. فتجدهم يتفننون في إطار تقديم هذه الهدية لله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا يعني إذا بدك تضحي ضحي وأنت مبسوط ومكيف، لأنك أنت مقدمها لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه يعني ما أردت أن أذكره هنا. الله يجزاك الخير. قضية العيب سيدي من شروط العيوب، إنه يعني هذه العيوب اللي أنت ذكرت. نعم. العوراء البين عورها، والعجفاء والمريضة والعرجاء ويلتحق بها الجرباء وغير ذلك. نعم. العلماء قالوا كل ما ينقص من اللحم من اللحم أو طيبته. نعم. قالوا هذا لا يجزي، فهذا هو الضابط بالعيب فيها. نعم. ما ينقص اللحم. نعم. طيب شيخنا وقت الأضحية برضو نذكر فيه وقت الأضحية.
نعم الحمد لله وقت يعني ربنا نعم. وسع علينا في وقت الأضحية نعم. فجعله من بعد صلاة العيد من بعد صلاة العيد في اليوم نعم. الأول ويبقى مستمرا حتى يأذن مغرب آخر يوم من أيام العيد يعني اليوم الرابع بمعنى معك أربع أيام تستطيع نعم. خلالها في ليل أو نهار أن تضح فالأمر يعني في ساعة اللي بتضايق من أول يوم في بعض إخواننا موظفين بكون بداوم في ناس بناوب معك كل هذه الفترة في ناس ممكن يغير نيته ربنا سبحانه وتعالى نعم. يعني مثلا يعني بكون مش ناوي في بداية الأيام فالله سبحانه وتعالى يعني يغير نيته فمعك متسع من الوقت خلال أربع أيام أن تضحي في أي وقت نعم. تشاء فإذا ذبح قبل العيد كما قال النبي عليه السلام فهي شاة لحم بمعنى شاة أنها صدقة وليست أضحية طيب. يا سيدنا من الأسئلة المتكررة والتي دائما نسأل عنها في دائرة الإفتاء العام قضية الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة نعم. يعني هذه أيضا نود من فضيلتك أن تذكرنا في حكمها هل هي على الجواز أم أنه لا يجوز الجمع في شاة نعم. واحدة طبعا المفتى به والمعتمد نعم. أنه لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في شاة واحدة نعم في شاة واحدة السبب لأن كل واحد لها سبب خاص ومخرج خاص فالأضحية لها سببها والعقيقة لها سببها فكل ما كان له سبب خاص منفرد لا يجوز أن تجمعه مع غيره ومنها مثال اللي ذكرته السؤال اللي ذكرته واللي هي الأضحية والعقيقة فالمفتى به عدم جواز الجمع بينهما بنية واحدة في شاة واحدة نعم الآن في عندنا على الفيسبوك فضيلة الدكتور الأخوة منال تسأل الرجل يحلف على زوجته بالطلاق عن الصيام ماذا تفعل؟ نعم هي حابة تصوم حابة تصوم إلا أنه بيحلف عليها بالطلاق ما تصوم ما هو إحنا مش نعم. هاي يعني باختصار شديد أو ما النصيحة التي نوجهها يعني نعم يعني بعض الأزواج أنا أبعث لهم توجيه نعم متشدد يعني ديش أقول نعم. تشدد نعم. يعني الزوج بتروح وين ما بدها نعم. بتروح عند صاحباتها بتروح عند أهلها بتروح عند قرايبها وهذا أمر مباح لها ما في مشكلة نعم. لما يجي صلاة التراويح في رمضان ببلش الشيوخ في الموضوع يا شيخ ما يبدأ تصير طب ما هي هذا الحكم للمرأة غير البارزة الفقه نعم. بيفرق بين نوعين من النساء نعم. المرأة غير البارزة بمعنى المرأة التي لا مش معتادة على الخروج نعم. المرأة غير المعتادة على الخروج ما بتطلع نادرا هذه حكمها لا تروحش على الجامع ولا إلى آخره ولا إلا بإذن الزوج نعم إلا بإذن الزوج وإلى آخره أما إحنا سامحني يعني بعض الرجال المرأة بتروح وين أي مكان بدها إياه من المباحات لما نيجي عند الصلاة والصيام صير يمنعها صير يمنعها فهذا توجيه للأزواج إنه صحيح إنه من حقك أن في موضوع النافلة أنا تقول لك لا تصوم ولكن إذا كان هذا الصيام لا يؤثر على حياتك ولا يؤثر على حقوقك على حقوقك الشرعية وعلى حقوقك الزوجية فالزوجة هاي صيامها يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر فيه هذه نعم. الزوجة لما تصوم يمكن هذا ينمي فيها أخلاقها ويزيدها نعم. ممكن هذا الصيام الزوجة تدعي لك فيه والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء نعم. الصائم نعم. لذلك نحن نوجه رسالة لإخواننا يعني الأزواج إنه في قضية الصيام يعني إذا كان هذا الأمر لا يؤثر عليك وأعتقد يعني مش هو التأثير اللي بده يكون يعني فلا تمنع الزوج وأوجه أيضا لأخواتنا الزوجات إنه إذا أنت صمتي لا تقصري في حق الزوج في حق الزوج بالأمور العامة ذاك نعم. سامحني أنا كزوج إذا زوجتي صايمة كمان بدي أتعاون معها يعني الصيام نعم. شوي في إرهاق في تعب إلى آخره فأيضا أنا أتنازم عن بعض مثلا يعني تشاركية نعم فهي تشاركية نعم. فهذا التوجيه لأخونا نعم. مسألة الحلف بالطلاق يعني هذا من المسائل يعني يحرم الحلف بالطلاق ويجب مراجعة دائرة الإفتاء ما في داعي تحلم على يعني تحلف على أمر يعني مستحب أو سني مستحب يعني أو سني قول هلا تصوميش مثلا ففيش نعم. داعي تحلف بالطلاق بالطلاق نعم فضلت الشيخ يعني مسألة يعني تقليم الأظافر أو قص يعني الشعر هذه المسألة أيضا يعني نسأل عنها كثيرا البعض بظن إذا قلم أظافره أو قص شيء من شعره يعني راح الحلاق يعني أنه الأضحية الآن أصبحت مش راح تين قبل وأصبحت غير مجزئة ما حكم قص الأظافر في لمن نوى وأراد الأضحية نعم هذا السؤال من المكررات نعم. بعض إخواننا في على الفيسبوك كل سنة يعني سبحان الله متصدرين ل
هذه الأسئلة اللي هي المسائل الخلافية البلبلة بيعملوا نعم بتعبوا بعض الناس يعني بتعبوا الناس فيها. لذلك كما هو معلوم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره. والعلماء من الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أن هذا على الاستحباب والندب وليس على الوجوب. نعم. يعني لا يوجد أي علاقة بين صحة الأضحية وبين أخذ من شعره أظافري ولا لا، لا يوجد أي علاقة نهائيا بينهم. نعم. فالنبي عليه السلام بيقول لك إذا أنت بدأ ناوي تضحي وبلشنا بواحد ذي الحجة أول ليلة من ذي الحجة يستحب لك الأفضل الأحسن الكويس حتى تأخذ أجر هذا العنوان. ليش؟ حتى تكون موافق للحجاج. من الحجاج ممنوع عليهم أنه يأخذ من شعره أو من أظافره، فهي محظورات عليه لأنه حاج. أنت محظورات عليك ليس على الوجوب إنما على الاستحباب ندبا، حتى قال العلماء توافق المحرمين بالحج بس. يعني سنة، فهي سنة ولا نزعج الناس فيها ولا ننكد على العالم. ولا بعض إخواننا عسكريين، بعض الناس بيشتغلوا في شركات، بعض الناس يعني لا يستطيع ذا، يعني الناس لها أعذار كثيرة. فأنا لا أجعل إن أخوف الناس إنه ما تضحي وأجي أقول له أنت شو ليش قاص أظافرك، خلاص ما فيش أضحي، دير بالك تضحي. فهذا إخواني من باب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إخواننا حبايبنا يعني ما في داعي لي كل عام إن نسوي مشاكل وبلبلة على قضايا من قضايا الفقه الفرعية ونمنع الناس من الشعائر. بدك تقول له هاي مستحب ومن باب الأفضلية ماشي، ما عندنا مشكلة فيها، ولكن إن نجيب بعض فتاوى المعاصرين وإلى آخره ونركز عليها وإلى آخره ونقول له حرام وما بيجوز وبتخرب أضحيتك وما بتنقبل، خاصة العوام إحنا بنشوش عليهم في هذا المعنى. فالخلاصة أنا طولت لأنه هذا كل عام نفس المشكلة، كل عام نفس الموضوع. لذلك المفتى به اليوم في دور الإفتاء أن هذا الأمر مستحب وليس واجب. نعم، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية. يعني قص الأظافر مش حرام. قضية أيضا جماع الزوجة يعني في هذه الأيام لمن أراد أيضا التضحية لا يؤثر ذلك، هو مش محرم بحج ولا عمر. نعم، هذا ما له علاقة في الموضوع. نعم نعم. طيب فضيلتك، يعني هل يشترط أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه أو أن يحضر يعني ذبح أضحيته، أم أن هذه من السنن؟ نعم، هو الآن في موضوع الذبح وموضوع الحضور. نعم. وكليهما مستحب، فيستحب لمن أراد أن يضحي أن يضحي بيده إذا بعرف، إذا ما بعرف حرام يضحي لأنه يعني مش هتقبل منه. لذلك إذا أنا بعرف أضحي وفي إمكانيات في يذبح، نعم في إمكانيات إن أنا أضحي عندي مكان وكالآخري، فيندب لك أن تضحي. يعني يستحب إنه الإنسان يضحي بيده، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يندب أن إذا أنا مش بضحي إني أحضر أضحيت. نعم. تعالي يا فاطمة فأحضري. نعم. أو فاشهدي أضحيتك. نعم. النبي عليه، وهذا أيضا من باب الاستحباب. فيعني أن تذبح بيدك الشاة أو أن تحضرها هاي من الأمور المستحبة. طيب فضيلتك، إحنا تحدثنا على أنه قضية الاشتراك في نية الشاة الواحدة، يعني إذا نوى عقيقة أو نوى أضحية أنه هذا الأمر يعني نبتعد عنه خروجا من الخلاف. نعم. الآن لو بدنا نذبح جمل أو نذبح بقرة اشتركوا فيها سبعة، لأنه البقر كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين أنها عن سبعة. نعم. عن سبعة أشخاص. إذا إنسان نوى أضحية، نوى الآخر يعني عقيقة نذر، ونوى الآخر صدقة، فهل يصح يعني هذه؟ نعم، الأمر الحمد لله في موضوع الإبل والبقر الأمر متسع تماما، فلك أن تكون فيه سبع نيات. نعم. فلكل واحد النية. نعم. مثلا إذا اشتركنا احنا سبعة فيها. نعم. فلكل واحد نيته في سبعه، يعني الجزء تبعك. نعم. أنت حر تنوي أضحية، واحد ينوي نذر، واحد ينوي عقيقة، واحد ينوي صدقة. حتى أنا إذا بدي أضحي على بقرة لي أن أنوي فيها سبع نيات، فالحمد لله يعني هم من الأمور المتسعة في موضوع الإبل والبقر. أما في موضوع الشاة سواء كان بياض أو سمار فهذا لا يصح فيه إلا نية واحدة. إلا نية واحدة. طيب فضيلتك، أيضا يعني اليوم نظرا للظروف الاقتصادية يجتمع الإخوة أو الأخوات
بيكونوا موظفين بيشتركوا في شراء خروف. نعم. يعني هذا بيدفع مثلا 50 دينار، هذا بيدفع كل واحد جزء جزء مبلغ من المال، فبيشتركوا 4 أو 5 ويقولوا بدنا نضحي عن أبونا وعن أمنا. نعم. الآن هل لهم الأجر في ذلك، وهل هذه الشاة تقع يعني عنهم جميعا؟ نعم، يعني في فرق بين أنه إحنا نضحي، يعني أنت سألت عن موضوع الميت، نعم. عن الميت حيكون في جواب، الميت رح يكون، ولكن إذا إحنا أخوان كل واحد في بيت مستقل، لا يصح أنه نجمع ونضحي بأضحى واحد عن كل البيوت. نعم. فالشاة تكفي عن البيت الواحد، يعني رب يعني الأسرة، يعني الأب، يعني شو البيت الواحد. نعم. الأب أنا ضحيت، فأنا هذه حققت فيها سنة عن حالي وعن زوجتي وعن أولادي، وإذا أمي وأبوي بعولهم وعايشين عندي تقع عن كل أهل البيت، هذا المقصود. يعني البركة والأجر كله عن أهل البيت، عن أهل البيت إن شاء الله. أما إذا كنا إحنا في بيوت متفرقة فلا يجزي عنا كنا شاة واحد. طب شو الحل؟ نعم. الحل إذا مثلا بدنا نسويك ونجمع، نتحدث للحي، إذا بدنا نضحي عن حي، نعم، إن نجمع ونضحي كل عام مثلا عن واحد بإذن نهديها. نعم. نعم. نهديها، نقول له تفضل هاي كل واحد منه 50 دينار، هاي أضل إليك، بدك تشتري أضحية، فين يشتري أضحية وضحي عن حال. نعم. أو ثنتين مثلا كل دل. سنة عن اثنين دل. وهكذا دل. أما عن الميت سؤالك، فالأضحية عن الميت من المختلف به، مسألة مختلف فيها، وإحنا في دار الإفتاء في الأردن نفتي بجواز الأضحية عن الميت. جميل. شو الدليل؟ أن النبي عليه السلام لما ضحى قال هذا عني وعن آل بيتي وعن فقراء المسلمين، فقراء المسلمين اللي ضحى عنهم. نعم. منهم عايشين ومنهم ميتين. جميل. فالنبي عليه السلام بالدلالة دل على أنه ضحى أيضا عن الأموات الذين لم يضحوا من أمته، فالعلماء استدلوا بهذا الدليل. نعم. وبعضهم استدل على أن الإنسان يجوز له أن يهدي الثواب للميت قياسا على موضوع الصدقة وقراءة القرآن، فقالوا الأضحية من هذه الأبواب. نعم. فإذا إحنا أولاد كنا في بيت واحد أو أبواب بيوت متفرقة وكل واحد فينا جمع مبلغ معين وجبنا أضحية وأهدينا ثوابها، قلنا نهدي ثواب هذه الأضحية لوالدي أو لوالدتي، يحصل الأجر. نعم، يحصل الأجر، وهؤلاء يأخذ إن شاء الله أجر البر. نعم. فضيلة شيخنا، قضية توزيع الأضحية يعني باختصار شديد لأنه لم يبقى معنا من الوقت إلى القليل. باختصار، ما في عندنا إشي محدد وميزان في موضوع الأضحية، ولكن الشافعية قالوا يجب إخراج جزء وإن قل للفقراء. حتى قالوا تخرجك 1 كيلو 2 كيلو للفقراء. نعم. والباقي كله أكلت أنت وعيالك، تحصلت. نعم. لك حقيقة أجر وثواب الأضحية. نعم. ولكن العلماء لما أجوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فوزعوا الأضحية إلى 3 أثلاث، استحسنوا هذا التوزيع. نعم، استحسنوا. نعم. فقالوا ثلث لأهل بيتك، ثلث لجيرانك وأصدقائك، وثلث للفقراء. هذا مستحب. إذا رأيت غير ذلك، مجرد أنك أنت ضحيت وزعت ولو قطعة واحدة للفقراء جزء منها. نعم. تحصلت على أجر وثواب الأضحية لأنك أقمت فيها شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. يعني هي القضية يجب أن يخرج منها جزء للفقير. هذا شيء. نعم. الله يكرمك فضيلة الدكتور. فضيلة دكتورنا الدكتور أحمد الحرسيس، جزاك الله كل خير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يعينكم على طاعة الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.